وبركاته. نتعرف بحضرتك. السلام عليكم وبركاته ياسين المشمول. طيب ممكن حضرتك تعرفنا انت بتعملوا ايه؟ نعمل كعك وبسكوت حتى العيد يعني. طيب ممكن بقى تقول لنا انواع الكحك وانواع البسكوت؟ في كعك عن جمل، في كعك محشي ملبن، في عجوة، في مكسرات، فز ولزو، في حاجه بزبده نيوزيلندي، في حاجه ساده. طب وانواع البوتفور؟ انواع البوتفور دي هو بيبقى نوعيه واحده بس بيبقى الاشكال مختلفه، في فرنسات، في شوكولاتات، في جوزين، في ثاني تبقى كده، في جودات مختلفه. طيب والبسكوت بس هو مانجا ولا بسكوت؟ لا البسكوت في برتقال وفي نشادر وفي فانيليا وفي كابتشينو يعني وفي حاجه كده. طيب بقى السعر، السعر التكلفه يعني اي حد يعرف يشتري؟ اي ماشي اي حد يعرف يشتري على حسب الجوده بقى وحسب المحل هو يشتري منه، في كل جوده تختلف سعرها. طيب انت عايزكم اسعاركم يعني ما بين النص ولا احنا يعتبر اسعارنا متوسطه ولا فوق قوي ولا تحت قوي؟ ايه طيب. على حسب الجوده بتاعتنا. طيب ممكن حضرتك بقى تقول لي يعني جوه الشغل جوه ازاي؟ شغل تصنيع جوه، مكن ومعدات وتصنيع جوه. طب في عمل كتير جوه يعني؟ في الحاجه اربعه. طيب ممكن بقى يعني قول لي التكلفه بتاعتكم انتم بتبقى جايه ازاي؟ يعني انتوا بتربحوا منها ولا يعني بتكسب منها ولا يعني عادي؟ يعني مكسب او خساره، لازم الواحد يطلع مصروفه. ماشي، ما هو يعني المكسب كبير ولا المكسب على قد المعيشه بس؟ يعني في الايام دي صعبه قوي ان حد يكسب.